صباح الخير. أنا اسمي سماح أبو الليل، دكتورة علوم سياسية، وتخصصي الأساسي قانون دولي لحقوق الإنسان. الحقيقة أنا مبسوطة أن أنا هنا النهاردة معاكم. هتكلم على موقف حصل تقريبا من 20 سنة وأثر عليا جدا ولغاية دلوقتي بيأثر. أول ما تخرجت من الكلية، الكلام ده سنة 98، اتقدمت الوظيفة، كان صاحب المكان هو كان مركز دراسات سياسية، صاحب المكان كان دكتور عندنا في الكلية، مع كامل احترامي ليه طبعا. لما رحنا علشان الانترفيو لقيته بيقول، لقينا لما رحنا ان هو سافر، فاستغربنا جدا ان هو كان مدينا ميعاد وما كانش موجود فيه. لسه صغيرين وشايفين ان الدنيا حلوة وإن المفترض إن أنا أخد بالي إن يعني أعتذر عن المواعيد اللي أنا بديها لو أنا مش هقدر أحضرها. سألت الأساستن بتاعه، هو الدكتور مش موجود ليه أو ليه ما جايش؟ قال لي سافر. قلت له طب ما اعتذر لناش ليه؟ فبص لي بصة أنا عمري ما هنساها، اللي هو يعني أنتوا مين علشان يعتذر لكم؟ أنتوا لسه صغيرين أو أنتوا طلبة لسه عنده، فانتوا مين علشان يعتذر لكم ويقول لكم ان هو سوري مش هيقدر يحضر؟ بعد ما خرجت قعدت افكر في الموقف ده، وبصراحه انا كنت متضايقه، بس فكرت فيه بناحيتين. هو كده بيعلمني حاجه مهمه جدا، بيعلمني، بيقول لي كل ما تكبري كل ما ملكيش دعوه بالصغيرين، كل ما تكبري مش مهم اي حد، المهم نفسك. على الناحيه التانيه لقيت لا، إحنا عندنا مشكلة، المشكلة دي موجودة في المجتمع، موجودة في كل دوائر الانتماء اللي جوه المجتمع. يعني إيه دايرة انتماء؟ خلينا كده كلنا نفكر ونرتب أو نقسم المجتمع لدوائر، كل ناس بتنتمي لجماعة معينة موجودة جوه الدايرة دي. هنلاقي مثلا الشرايح العمرية، كل شريحة عمرية موجودة في دايرة. الأديان، كل دين ليه دايرة. إيه كمان؟ كل مهنة ليها دايرة. حتى مشجعين كرة القدم كل فريق ليه دايرة. السكان، سكان المناطق، كل منطقة بيبقى ليها دايرة. طيب إيه المشكلة في ده؟ المشكلة في طبيعة العلاقة ما بين الدوائر دي. يعني أنا مثلا ساكنة في المعادي، دي دايرة. دكتورة جامعية، دي دايرة. بشجع الأهلي، دي دايرة. ماما، دي دايرة. ست، دي دايرة، وهكذا. طيب المشكلة فين بقى؟ نحط إيدينا عليها، إن إحنا دايماً في حالة مشاحنات وخلافات مع الدوائر التانية. كلنا شايفين إن أنا دايرتي الأهم، إن أنا دايرتي اللي فاهمة أكتر، فكل شريحة عمرية مثلاً شايفة الشريحة العمرية التانية مش جيل كويس، او بمعنى اصح جيل مهبب، الجيل احنا مش عاجبنا، كل جيل مش عاجبه الجيل اللي بعده. طب ما هي دي مشكله، كل مكان منطقه سكنيه مش عاجبها المنطقه السكنيه اللي بعده اللي غيرها، كل وظيفه شايفه نفسها الاهم. خلينا مثلا ناخد مثال طبيب، الاطباء كلهم ليهم دايره واحده. الغريب بقى ان الدايره دي متقسمه جوه دوائر صغيره، فهنلاقي مثلا طبيب الجراح ليهم دايره، اطباء التخدير ليهم دايره. ندخل بقى اوضه العمليات، هنلاقي ان دكتور الجراح شايف ان هو اهم من دكتور التخدير، رغم انه ما يقدرش يشتغل من غير دكتور التخدير، وهما الاثنين ما يقدروش يشتغلوا من غير طاقم التمريض. فاحنا عندنا مشكله، المشكلة إن الدوائر دي كلها متقاطعة ومتفاعلة مع بعض إلى حد كبير جدا. إحنا ليه بنشوف إن كل الدوائر دي لازم يكون في ما بينهم صراع؟ هو أنت تقدر تحضر ماتش كورة ويبقى ليه لذة وطعم لو أنت ما عندكش قصادك فريق ومشجعين للفريق التاني؟ لا طبعا. هتقدر تعيش في عمارة وتستحمل تعيش فيها من غير دور الحارس اللي بيقوم بنظافة العمارة وياخد باله منها؟ لا طبعا. فمفيش أهم، الكل مهم،
كل واحد فينا مهم في الدايرة اللي هو فيها وفي علاقته بالدوائر التانية. وأنا أعتقد الفترة الأخيرة دي في مصر خلتنا نشوف إن دي أهم مشكلة مجتمعية إحنا عايشينها، إن كل دوائر الانتماء بتتشاحم مع بعضها. عندنا كلنا افتراضات سابقة عن غيرنا، إحنا صح وغيرنا غلط. طب ليه مش العكس؟ وليه أصلاً يبقى في حد غلط؟ ليه مش كلنا نبقى صح بس كل واحد صح من وجهة نظره؟ مفيش صح مطلق ومفيش خطأ مطلق. طيب يبقى احنا المشكلة عندنا فين؟ احنا المشكلة عندنا في طريقة التفكير. احنا مش ضحايا المجتمع، احنا ضحايا طريقة تفكيرنا. مبدئيا كده العقل في حد ذاته ممكن يخلي حياتنا جحيم وممكن يخليها جنة حسب ما احنا بنفكر. يعني هتلاقوا الشخص المتفائل ما بيلاقيش مشاكل طول اليوم، لكن الصبح لو حصل اي حاجة صغيرة وقلنا هو اليوم باين من اوله، لازم اليوم بيكمل كده. يبقى احنا طريقة تفكيرنا هي اللي بتوجهنا. طب احنا ممكن عندنا مشاكل في طريقة التفكير؟ احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا، اكاديميا بيسموها المغالطات المنطقية. هنبتدي نتكلم على كام واحدة كده اللي هم اكتر شيوعا في طريقة تفكيرنا. زي ايه؟ انا ماما فانا صح وانتوا غلط. ما هو انا ماما ما ينفعش اقول كلام غلط. انا الكبيرة وانتوا صغيرين، فطبيعي أنا كل كلامي صح وإنتوا طبيعي كل كلامكم غلط. في مغالطة اسمها لطيف قوي، اسمها مغالطة رجل القش. يعني إيه؟ يعني أنا بنتي تيجي تقولي اشرحي لي مسألة الرياضة دي، هقوم قايلة لها أنا أصلاً ما بفهمش في المات أي حاجة، فأقوم قايلة لها إيه ده؟ إيه الخط الزفت ده؟ خدي الكراسة روحي صلحي خطك الأول وبيتعالي لي. يبقى أنا غيرت المشكلة الأساسية عشان مش عايزة اعترف بيها، وغيرتها المشكلة تانية خالص علشان ما بنش ان انا مش عارفة حاجة، مع انه سهل جدا ان انا اقول لها انا كنت ادبي ومش بحب الماث، انت ممكن تشوفي حد تاني ممكن يشرح لك او اعتمدي على نفسك. تاني حاجة، في حاجة اسمها المنحدر الزلق. يعني ايه؟ يعني بركب الفكرة بتاعتي زحليقة. يعني ايه؟ يعني انا مش عارفة اي حاجة خالص عن الموضوع، فبصدر حكم مسبق لا اما لا اما لا، لا اما موافقة على الفكرة لا اما رفضها، لمجرد بس ان انا ما عنديش اللي اتكلم فيه. بس برضو ما اقدرش ما اقول ما اعرفش، لازم اقول رأيي. من المغالطات اللي كلنا بنقع فيها عربة المولد. يعني ايه؟ يعني نمشي مع الرايجة. يعني الفيسبوك رأي الناس كلها على الفيسبوك حاجة معينة، يبقى أنا لازم يبقى رأيي زيهم. أنا الناس كلها بتلبس حاجة معينة عشان هي موضة، فأنا لازم إن أنا ألبسها، مع إنه ده كلام مش صح. أي حاجة جاية من الغرب تبقى تمام وكويسة ولازم أخدها، أي حاجة من الموروث الثقافي بتاعنا تبقى غلط، تبقى مش كويسة، ما ينفعش إن إحنا ناخدها. كل المغالطات دي ومغالطات كتيرة جدا احنا بنقع فيها. ليه؟ لان احنا عندنا شوية احكام مسبقة موجودة في دماغنا من الاول احنا بنحكم بيها على الاشياء. او مثلا شخص بيتكلم انا ما بحبوش، طالما اتكلم يبقى هو غلط وكل اراءه غلط، مع ان ده مش صح. طب هو المفروض افكر ازاي؟ المفروض يبقى بداية اي تفكير ان انا افكر بطريقة علمية، ان انا اجنب كل اهوائي وابقاش متحيزة وافكر بطريقة صح. ازاي يعني؟ يعني مثلا اول حاجة واهم نقطة ان انا اعترف ان انا مهما وصلت لاي درجة علمية او مهما كنت مثقفة، فانا واصلة لمرحلة بسيطة جدا في بحر العلم وبحر الثقافة. يعني بمعنى اصح لازم اعترف ان انا عندي جهل، ان انا ابقى واعية بجهلي بحاجات كتيرة جدا. دي البداية الاساسية اللي هعرف افكر على اساسها، لان اي واحد بيفكر ان هو صح على طول او ان هو عارف كل حاجة ومفيش حاجة ما يعرفهاش، ده طبيعي هيفشل في الاخر. ايه كمان؟ لازم اكون مستقلة. يعني ايه؟ يعني تفكيري مستقل، ما نطش على عربية المولد. لازم افكر انا بطريقة صحيحة حتى لو الكل ماشي في اتجاه واحد او بيفكر في اتجاه واحد. ايه تاني؟ من اهم النقط كمان ان انا يبقى عندي نزاهة في التفكير.
يعني إيه؟ يعني ما اضطرش إن أنا أستخدم طرق غير نزيهة علشان أأثر على رأيكم. وأكتر حاجتين بيتم استخدامهم عشان يأثروا على غيري حاجتين: استخدام المشاعر واستخدام الدين. ودول بيأثروا تأثير سلبي جداً على رأي الناس، وأنا كده بستخدم أسلوب مش نزيه. طيب إيه كمان؟ لازم أكون عندي شجاعة فكرية، يعني لازم لما أغلط أقول أنا غلط، ولما يكون رأيي غلط أعترف إن هو غلط وأبتدي أغيره. لازم يبقى فيه عندي مرونة. وكمان دايما يقولوا اكتب مبادئك بقلم جاف حيث الثبات، واكتب آرائك بقلم رصاص حيث التغيير والتعديل. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نتفاعل مع بعض، مش عايزين كل واحد يبقى شايف نفسه هو وبس، مش عايزين نحجر على رأي حد، عايزين نفكر. المجتمعات بتثري ومجتمعات بتتقدم بالتنوع الثقافي وتنوع الآراء اللي فيها. مفيش رأي، ما ينفعش نبقى كلنا شبه بعض. سنة الله في خلقه الاختلاف. لو ربنا كان عايز كان خلقنا كلنا دين واحد، وخلقنا كلنا شكل واحد ولسان واحد وثقافة واحدة ورأي واحد. لكن الاختلاف سنة، الاختلاف هو اللي بيوصلني في الآخر لمرحلة الإبداع. لما كل بني آدم يقدم الأفكار بتاعته وبدل ما أهاجمها أناقشها حتى لو هي مختلفة على النسق الفكري بتاعي، هو ده اللي احنا عايزينه. احنا اللي عايزينه جوه بيوتنا، محتاجينه في مجتمعنا، محتاجينه في بلادنا كلها. شكراً.